ابو احمد، بالعوده لعبد الله السالم، ايش وجهه نظرك في هذه القضيه؟ شوف يعني انا اللي استوقفني ايميل نادي الاتفاق، هذه الخطوه العمليه. اما الكلام الشفوي كله ما يصلح، انه اللاعب راح مع محامي وراح سال، ما انت ما هو مطالب منك تروح دوكمنت، لازم وثيقه، عندك وثيقه. اما الكلام الشفوي راح وما راح ورجع وسال، لا ما تسال، في ايميل عشان انت المحكمه المحكمين لا نشكك فيهم الصراحه. طب ليه ما المحكمين يحتاجوا اوراق؟ شوفوا اوراق، ممكن الاتفاق خرج من القضيه لانه ارسل ايميل. انا ودي كنت اسمع من ابو عبد الله هو طيب من بالقضيه، هذا جاء رد على الايميل، جاء رد على الايميل، اي قال لهم انه لاعب حر، هذه تفرق. طبعا بس كمان لا ومركز التحكيم عنده وثيقه الايميل ان اللاعب حر. وايضا حينما تم الرجوع للجنه الاحتراف يا ابو احمد، لجنه الاحتراف هي اللي اكدت قبل ذلك لغرفه فصل المنازعات بان اللاعب حر، وبالتالي تم رد القضيه عبر الغرفه. اذا في اذا في مكاتبات ووثائق هذا موضوع يختلف. بس خلي اقول نقطه على التي ام اس، عدم تسجيل اللاعب في تي ام اس لا يعني انه العقد غير ساري. انديه بتوقع مع لاعبين ها وبيصير النادي ممنوع من التسجيل، بس العقد يصير باقي مع النادي، عارف؟ فهذه نقطة جوهرية ومهمة، يعني لازم الناس تعرف عدم تسجيل في التي ام اس لا يعني انه العقد غير ساري، بس عدم الابلاغ لا يعني لا هي بس عفوا، يجب ان تبلغ لجنة الاحتراف بخلال مدة معينة ان هذا اللاعب اصبح لك. نعم بس هي دي بغض النظر تسجل في تي ام اس، تي ام اس عشان الكرنيه تعتبر مخالفات تحسب على النادي. فنحن يعني مهم جدا انه ما نخلط في دي العمليه. حقيقه احنا استمعنا للاعب وكلنا تعاطفنا مع اللاعب، ما استمعنا للطرف الاخر، ما سمعنا ايش عندهم حيثيات، بناء على ايش اتخذوا القرار. مجموعه ثلاثه قانونيين لا اتصور اطلاقا انهم اجمعوا على قرار خاطئ، حتى لو كان يعني لنا اخذ اعطى معاهم، لابد لهم مبرراتهم، لهم حيثيات استندوا عليها في الحكم. هذه من مشاكلنا. يفترض حكم نهائي يكون في نطلع على تفاصيل الحكم، كيف يكون الحكم، بالتالي بعدين ممكن ان ندلب دلونا. الان سمعنا اللاعب قال انا مظلوم وقال نقاط وقال انا رحت، يعني زي ما يقول لي رحت انا لا تروح، ارسل ايميل. لو رحت وقال لك بالشفوي كلام ترى الكلام ده ما حيصير. عبد الله وكيلك فين؟ عبد الله اقفز على موضوع انه اللاعب راح او ما راح. نادي الاتفاق بما يملك من ايميل، ولجنه الاحتراف حينما خاطبت غرفه فض المنازعات اكدت على ان اللاعب حر. يعني عبد الله الان يصادق بالتاكيد على انه ذهب لمعيض، ولكن معيض نفسه رفع او لجنه الاحتراف رفعت للغرفه بما يؤكد على ان عبد الله حر. في واضح في الموضوع، في نقاط الصراحه ما هي واضحه لنا. مطالبه اللاعب بالتدخل من رئيس اتحاد الكره، هذه لجان قضائية أو مركز التحكيم برضو قضائي، لا يمكن التدخل في أعمالهم بأي حال من الأحوال، لا يمكن، قراراتهم نهائية وملزمة لكل الأطراف. بمناسبة اللجان اللي غير قضائية، نتكلم لجان في اتحاد الكرة، أنا حسب معلوماتي ونحن كلنا منزعجين من بعض الأوضاع وبعض الأخطاء اللي في اتحاد الكرة، أن الأستاذ ياسر المسحل عازم على تصحيحات في لجان اتحاد الكرة، في غربلة شاملة حتكون، وأنا أرى أنها بالنسبة لي طالبت بها. أبو عبد الله كان كذا وكذا يعني شوية في الموضوع، طالبت فيها الصراحة، لا تستغرب بس إحنا نداعبك، طالبت فيها من زمان حقيقة. اتحاد الكرة يحتاج إلى غربلة في لجانه حقيقة، يقدم عمل ممتاز يواكب التطلعات في مجلس إدارة اتحاد الكرة. ننتظر هذه الغربلة، وحسب معلوماتي أنه ماضي اتحاد الكره في هذا الاساس، وان شاء الله كلها تكون نتائج ايجابيه. بالنسبه لموضوع اللاعب عبد الله السالم، انا هذه وجهه نظري، ما استمعنا الراي الاخر، والمجمع سلسله المواضيع الشفويه لن تؤثر. نادي الاتفاق اخذ خطوه عمليه وارسل ايميل، هنا هالوثائق دي لها تاثير في مسار القضيه. تفضل. اسمع لي عبد الله، بالنسبه الى اللجان، على اساس انه اللجان في عهد ياسر المسحل كانت لجان مستقره، ما كانت لجان مستقره، تغيرت الانضباط وتغيرت الاستئناف وقبلها تغيرت الاحتراف، وبالتالي لن يتغير الحال مع تغير الاسماء. القضيه ليست بالضروره اسماء، قد نتفق نختلف على اسم هنا، ولكن منذ اللحظه اللي جاء ياسر المسحل لم تستقر لجنه، ما استقرت الا لجنه المسؤوليه الاجتماعيه اللي فيها نزيه النصر وهي بعيده عن المشهد التنافسي، ولجنه ابو يوسف صاحبنا رئيس لجنه المسابقات.
نعيم البكر. نعيم البكر، نعيم البكر، واللي ايضا خارج العمليه التنافسيه باعتباره هو يشرف على الدوري الدرجه الاولى، وبالتالي طيب. كل اللجان تغيرت بما فيها القضائيه يا ابو احمد. طيب المسابقات، المسابقات الا في الرابطه الصراحه ما له شغل ياسر، لا لا انا بدي ما له شغل، بس انا عندي نقطه فيها. المدير التنفيذي عبد العزيز الحميدي مزبوط، رئيس لجنه المسابقات احمد الراشد، طيب عبد العزيز الحميدي عضو في لجنه المسابقات اللي هو المدير التنفيذي، يبقى لا هيكله يعني مش منطقي كده. انا رئيسك يا ماجد هنا في اللجنه سين وانت رئيسي في اللجنه صاد، هذا معنى. لكن هذه دقيقه ابو احمد، هذه ليست تحت مظله واحده، هي مجموعه تحت مظله واحده تسيران بشكل متوازي، ما في مدير على اخر، هذه رابطه فهمت، هذول كلهم في الرابطه، من مديرهم كلهم عبد العزيز العفالك، عبد العزيز، لكن ايه؟ مين المدير التنفيذي؟ ايه هذا لجان المدير التنفيذي للرابطه عبد العزيز الحميدي، عبد العزيز الحميدي ايه؟ وهو عضو المسابقات عضو ايه؟ وعادي احمد الراشد يكون معاه في الرابطه، لا ايه؟ والله يا ابو، لان كلهم تحت مظله الرابطه تحت عبد العزيز العفالك. معليش معليش، لما تتعدد المهام يعني قله كفاءات في البلد، في كفاءات موجوده، وربما لانهم على قدر، ربما لانهم على قدر كبير من الكفاءه. يعني هل انت مقتنع؟ انا الحين اسمع انه لجنه المسابقات، لا لجنه المسابقات الان اللي نحن فيه ليس لها ناقه ولا جمل، وانه لجنه المسابقات وجدت يا عزيزي الرزنامه يوم تضعها تضع خانات للطوارئ، لما تيجي الطوارئ تكون انت مستعد. تابعنا في سنوات ماضيه كنا كانت تتقدم المباريات عشان لا نوصل لذي المرحله. طيب نروح الفاصل. سلطان سلطان، بس بقول كلمه الله يرضى عليك سريع قبل الفاصل. بشكل سريع، والله تظلم لجنه المسابقات، تدري ليش؟ لجنه المسابقات واقعا، ها خليني ما ننظر، انا اتكلم لك من داخل العمل، لجنه المسابقات تنفيذيه، يعني لما يقرر الاتحاد مجلس اداره الاتحاد السعودي انه بيلعب بطوله العرب او بيستضيف دوري ابطال اسيا بكل مجموعته، يروحون لاحمد الراشد، يا احمد الراشد عدل لنا الجدول، سكر لنا الجدول. يعني انت تبتبرع، يعني انت تبتبرع احمد الراشد وتحطها في ساحه ياسر المسحل، افهم انا كذا ولا كيف؟ ساحه ياسر المسحل ومجلس اداره الاتحاد كله. طيب. لازم اروح فاصل، احمد الراشد ومجموعته تنفيذيين، لازم اروح فاصل ابو احمد. لا 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 لا، لا يمكن تنفيذي انت تكون مسؤول حتى الانديه ما يقدر يجبر يقول المنتخب لا 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 لا، لما يحط الرزنامه ياسر المسحل يحط له الرزنامه في اول الموسم، هو اللي يحط الرزنامه في اول الموسم. انا برجع